السلام عليكم، اهلا بكم ضياء عارف يحييكم فيديو رياضي جديد نتكلم به عن نصف نهائي كأس العرب. ممتع للغاية، مباراتين بغاية المتعة، اشبعنا طوبة، تنافس حتى آخر الثواني. أيابا إياك يعني، واسمعي يا جارة، كل الفرق اللي خسرت في كأس العرب ما أعتقد أنه هي حزنت بعد ما شافت هالمستوى الرهيب. يعني في الواقع هذول الأربع فرق اللي وصلوا قطر، جزائر، تونس، مصر يستحقون أن يوصلون، وكل واحد بيهم لازم نعطيه الكأس. اللي خرجوا المفروض ما يحزنون، واللي صعدوا للمباراة النهائية ألف مبارك لهم، يستحقون مباراة انتهت بالثواني الأخيرة بأجزاء صغيرة بأخطاء فردية. الفرق اللي خرجت حقيقة المفروض ما تحزن، قدمت كل ما عندها. مصر، قطر، انتو فريقين رائعين، وكارلوس كيروش على سانشيز مدرب قطر حقيقة عملوا شغل اوكي ما يقارنوا، لأن سانشيز اشتغل هواي مع هالمنتخب هذا. جماعة قطر فريق عظيم، أربع فرق قدمت مستوى متقارب، يعني تحس كلهم أبطال، أربع فرق هم أبطال، مصر، تونس، الجزائر، قطر. اليوم نبدأ من الأخير، قدمونا مباراة تكتيكية يا جماعة على أعلى مستوى، 70% استحواذ. بس الجزائر هم فريق مهين، الجزائر فريق تكتيكي على مستوى الأفراد، عدة كوارث، مواهب عظيمة يا جماعة. أنت تتكلم عن بناء عضلي، سرعة وتنظيم، عرب أفريقيا في هذا البطولة كانوا ولا زالوا، لكن في هذا البطولة بالتحديد كأس العرب أثبتوا للجميع أنهم كعبهم عالي تكتيكيا، بدنيا، لياقيا، سرعتيا، تسديديا، تسجيليا، تهديفيا. يا جماعة العرب، عرب أفريقيا فارقين بكثير، يعني شوط كبير جدا بينهم وبين عرب آسيا اليوم، لأنه الفريق القطري مشتغلين عليه كل شهواي. سانشيز مع هذا الفريق اشتغل من سنوات، اليوم قدم لنا مباراة رائعة، ولو ما الأخطاء الصغيرة اللي صارت كان بالإمكان أنه منتخب القطر يحسم هذه المباراة لصالحه، لكن حصلوا وقت كثير هم. بشكل عام الفريق القطري لعب بنظام لعب 5-3-2 وسلبي تحولات. الفريق القطري الجزائري لعب ب 4-2-3-1. على المستوى الأفراد أكو فارق بين المنتخب الجزائري والمنتخب القطري، أكو بعض الأفراد في المنتخب الجزائري بالناحية الهجومية أفضل بكثير من المنتخب القطري اللي كان يعتمد فقط على أكرم عفيف بالتحولات الهجومية، صانع ألعاب مهم جدا للفريق القطري. أي نعم الفريق القطري يعتمد على كثير قضايا، شفت فريق قطر أبدا ما يستعجل، أبدا ما يستعجل، ينوع باللعب على اليمين وعلى اليسار، بينما المنتخب 70% استحواذ الفريق قطر، بينما الفريق الجزائري يتراجع، ينظم دفاعيا، ويسوي تحولات باعتماده على بلايني، إبراهيمي، وغيره من اللاعبين المهاريين اللي يصنعوا لك الفارق. وباللحظات الصغيرة والأجزاء الصغيرة فارق الفريق الجزائري انتصر، كذلك الفريق التونسي. اللي شاهد المباراة انطباع الأولي عن الفريق القطري أنه هو استحوذ وتسيد المباراة، لكن الفريق الجزائري مو هيك شغله. الفريق الجزائري يعني ينطيك الكرة، يدافع، ينظم، ويعتمد بالانتقال السريع على بعض اللاعبين المهمين جدا. اليوم شفنا مباراة رهيبة بين قطر والجزائر على الأطراف. الجزائري الاثنين الأربعة هذول الطرفي الجزائر مع طرفي قطر حصلوا على أفضل تقييم في المباراة أو بفرقهم. الفريق القطري بحاجة إلى عناصر يدعم فريقه ببعض العناصر، خاصة على مستوى صناعة اللعب، لأن أكرم عفيف وحده يا جماعة ما يقدر يسوي لك شغل كبير في مثل هيج. يعني اوكي الهيدوس افتهم، يعني اكو صناع لعب عند الفريق القطري، لكن لازم يشوفوا لهم بعد حلول تكون بهالمستوى هذا، وان كان صعب يعني شنو اللي يسووه، فريق اللي يشتغلون عليه من فتره طويله. لكن تجي تتكلم عن فريق الجزائر يلعب يا جماعه مثل ما قلتها وراح ارجع اكررها، اعطني قلبا جزائريا واغزي العالم. بالراس تصويرة بغداد.
فريق يا أخي، وتحسه وحدة واحدة شجعان لحد آخر اللحظات. تتكلم عن بلاين يعني 29 سنة، 29، هذا زميل بشار أسد لاعب المنتخب العراقي، عفوا لاعب المنتخب العراقي. رتم المباراة كان رهيب مع الحضور الجماهيري مع التنظيم الرائع. أعتقد كأس العرب هذه يجب أن تدام، يجب أنه يصير عليها تعديلات وتحديثات جديدة، لأنه أغلب المنتخبات دخلت لهذه البطولة ما مستعدة، أو بالفرق الثانية، أو يعني مثلا عندك الفريق الجزائري، مو هذا الفريق الجزائري اللي نشوف بعد. الفريق الجزائري مستمر القطار بسلسلة الانتصارات، لكن هذول هم مو كل لاعبي الفريق الجزائري، أغلبهم لاعبين محليين مو محترفين أغلبهم يعني. حتى الكادر التدريبي اللي إجا للبطولة هذه هو الكادر المساعد، كثير فرق من على هالنحو هذا. أعتقد هذه البطولة جدا مهمة لأغلب الفرق العربية، خاصة عرب آسيا في هالتوقيت هذا بالذات. أما إذا تكلمنا عن الفريق المصري والتونسي، طبعا التونسي ما شاء الله عليهم، فريق عنده مواهب لها مستقبل كبير جدا. واحد من عندهم أكيد حنبعل، ما هي اسمه، زميل زيدان قبال رديف مانشستر يونايتد. يا جماعة طلقة، مو لاعب هادي الأداء واللي عنده ما شايلها، لاعب راقز بدنيا ما شاء الله عليه، لياقيا عوف، هاي كلها على الجنب. يا جماعة يلعب بمزاج، يتحس انه يلعب وهو مستمتع في اعتى لحظات المباراة، تشوفه هذا ما اعرف كأنما حاط هيدفون هنا ويسمع موسيقى مختلفة وعايش بغير عالم. انطيه طق، هذا كنا نشوف هش زين الدين زيدان لما كان مع الفريق الفرنسي او مع ريال مدريد في اعتى لحظات المباراة، تشوفه هيتش رايق يلعب لك براوغان. هنبعل موهبة كبيرة جدا عند المنتخب التونسي، وإلها مستقبل كبير جدا في أوروبا. الآن هو مع مانشستر يونايتد، ما أعرف شنو اللي مقرري مع هذا اللاعب، زميل زيدان أقبال. زيدان أقبال نتمنى يكون مثل حنبعل هيجي بهالمستوى هذا بهالإبداع هذا. طبعا هو لاعب تقريبا 8 مباريات دولية مع الفريق التونسي، 18 عام فقط، بهالبنية بهالرؤية ما شاء الله عليه. الفريق التونسي فريق رائع، حسم المباراة أمام مصر، نعم قلنا مباراة هذه تحسم بالأجزاء الصغيرة، مبارك لتونس ومبارك لمصر مبارك لقطر، التنظيم الرائع وهماتين البطولة يعتبرونهم هماتين، أخذوا البطولة مع الفريق المصري، ومبارك للجزائر. أربع فرق، فريق أفضل من فريق، في الواقع استمتعنا جدا بأدائكم المشرف، أنا أعتقد شعوبكم جدا فرحانة بكم وفخورة بكم وبأدائكم. شخصيا تعلمنا يعني لما نشوفكم نتعلم من عندكم ونتحسر على فرقنا، نقول ليش إحنا مو مثلهم، يعني الجزائر ليش إحنا مو مثلهم، المغرب، تونس، مصر، الأردن قبل يومين سووا فريقهم والمدرب مالتهم عراقي عدنان حم، راحوا قدموا مستوى رائع مشرف لكل أردني إنه يفرح ويفتخر بمنتخبه، منتخب بلاده تشكل من شباب وسووا لهم فريق بيومين بشهر شهرين. بس المنتخب العراقي يعيش صراع ومعاناة، هو مع الفريق السوري مع الفريق الإماراتي، ثلاث فرق في مجموعة واحدة، الإمارات، سوريا، العراق، ثلاث فرق وكلهم يتنافسون على بطاقة أو نصف بطاقة حتى يتأهلون لكأس العالم. الحظ جمعهم مع بعضهم والثلاث فرق دا تعيش معاناة صعبة جدا. أنا على هذه الفرق الثلاثة أنه ترجع تعمل للتصفيات. طبعا احنا ما راح نكون مثل الجزائر وتونس ولا مصر ولا قطر، لكن على الاقل نكون احنا قد المسؤوليه. يا جماعه احنا ماخذين نصف بطاقه، هذا نصف بطاقه الفيفا راح تحسر عليه، ليش ما انطيناها؟ الفرقه كبيره طلعت يعني شوفوا لها حل، ما يصير يعني احنا لازم نكون على قد التحدي ونسوي منتخباتنا منتخبات تليق بعلمنا ومنافساتنا. الان احنا كمنتخب عراقي مفروض من الآن من هاللحظة هذه نفكر بالتصفيات وبمنح الشباب على مستوى زيدان أقبال وغير زيدان أقبال المحترفين خاصة الفرصة الحقيقية حتى نشوف منتخبنا اللي نتمناه. أوكي اتفقنا، نشوفكم بالمباراة النهائية.
طبعا هذا مو كل الحكي، وعدنا كلام عن هذه المباراتين، بس انا اعتقد يعني الان هواي كل شو هواي قنوات راح تحكي عن هذه المباراتين، فما راح اقدم اكثر من اللي راح اقدمه. شكرا لكم، في امان الله.